لنا عندهم علاقه بالموضوع، طلبه مصر الماليه الاسلاميه بالرغم من هذا الاسم التسميه الماليه الاسلاميه راه عنده علاقه وثيقه بهذا الموضوع وانا نشرحكم علاش. وبالتالي الوجود ديالكم اولا كتستحقوا الشكر والشكر والتقدير، ثانيا بغيتكم تستغلوا هذا الوجود وتكونوش كاشخاص يمتلئون الى القاعه لتفتيتها وانما لغرض اخر. المشكل الذي يعني شعرت به وانا استمع بشكل يعني مليء بالمداخلات ثلاثه اربعه ربما استيعاب الموضوع غير حاسم عن السنه الاساسيه وانا مصحاب بجميع الاصدقاء، ولكن نحن في مؤسسه جامعيه اكاديميه يعني تقتضي ان تكون هناك واحد الدقه في تناول المواضيع تسمعون لك نعم تخش من الموضوعين. وبالتالي هذا النقاش اللي نفتحه هو لإغناء هذا اللقاء، وليت يعني ما جاء في الكلمة شيء مهم جدا ولكن ضروري من هذه الملاحظات. المغرب في 2013 اختار على مستوى علاقاته بالسياسة دار واحد الاختيار مهم هو العودة إلى إفريقيا. المغرب هي العملية بدات قبل ذلك ولكن بغيت نركز على بعض السنوات، كان اختيار رسمي السياسة المغربية الرجوع إلى الإقليم الإفريقي. فبدأ الفعل بشكل يعني هادئ جدا لأن المنافسة كانت شرسة جدا. دول كثيرة عظمى كبرى انتقلت إلى إفريقيا بنفس الطريقة التي يعني عاد بها المغرب إلى إفريقيا على مستوى الفعل، الفعل السياسي الدبلوماسي، الفعل الاقتصادي من خلال مجموعة من الشركات المغربية التي انتقلت إلى إفريقيا لتستمر هناك. نهاية 2013 جلالة الملك غادي يدير واحد الخطاب أساسي جدا في شهر أكتوبر أعتقد، أمر خطاب في صيغة أمر للحكومة للوزير ثلاثة الوزراء الإسعاد، وزير الداخلية، وزير الخارجية والتعاون، ورئيس الحكومة. قرار أمر الاهتمام باللاجئين والمهاجرين الذين يأتون إلى المغرب إما للاستقرار وهما قلال وإما للعبور. علاش؟ لأنه كانت استراتيجيته بدات على مستوى الفعل، والفعل دار اختيار أساسي ليس كشريك في إفريقيا ولا كمستغل للثروات الإفريقية وإنما كفاعل في تنمية القارة الإفريقية. هو مش اختيار براغماتيكي، هو هذا هو الغريب عن المغرب، هو إيمان راسخ أن مستقبل المغرب مرتبط بمستقبل إفريقيا كيان واحد، إن تطور سيتطور كاملا وإن يعني بقي في مكانه يعني المغرب تطور المغرب مستقبل المغرب مصير المغرب مرتبط بإفريقيا ككيان. وكان الكيان حدد فيه ثلاثة عناصر، الكيان الروحي هنا كتجي هنا هذا هو الفعل الأول اللي قام به في المغرب، الكيان الروحي من خلال تواجد مجموعة من الزوايا والتجمعات والمذاهب بين قوسين الدينية التي تبايع المغرب بالفطرة، فكان لابد من استعداد هذا الأمر، وكان رجوع اقتصادي من خلال الأبناء والشركات، وكان رجوع أمني إفريقيا تعاني من عدم الاستقرار والجيوش المغاربة اللي كنتمناو أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم في هذه المهمة ديالهم تنسيقهم مع الأمم المتحدة بطبيعة الحال متواجدة في إفريقيا. فالمغرب كيلعب ماشي بحال فرنسا أو دولة أخرى، لا عنده هو مقتنع بأن الكيان الإفريقي هو كيان واحد وأن المغرب هو عضو من يعني هذا الجسم الأساسي. ف 2016 رجع
المغرب استطاع خرج وثيقة، وثيقة سماها الاستراتيجية الوطنية للهجرة والهجرة، ربما تختلف يعني مع الأساتذة. هذه وثيقة فيها 140 صفحة باش نمشيو على النمط اللي تستدعي، ولكن أنا أول تفاجئت بالضبط التواريخ والأرقام. 140 وثيقة هي 140 صفحة تحدي بانطلاقا هي تشخيص للفعل الذي قام به المغرب في افريقيا، يعني المنجزات التي قام بها في افريقيا. وقلنا ان المساله، انا شخصيا قلت في المداخله، قلت ان المساله ماشي مساله تعرف سياسي او لا، مساله مصيريه. راه بالنسبة للمغرب يجب أن نضع في حسابنا جميعا أن إنجاح التجربة في الانفتاح على أفريقيا وتعزيز هذا الدور، دور الجميع يجب أن تعزز واجب السياسة ديال الدولة، خصوصا فيما يتعلق بانفتاحها على أفريقيا، مسألة مصيرية في علاقتها بالاستقرار وفي علاقتها كذلك بالتنمية. إذا باسم لكم جميعا مرة أخرى أشكر جميعا المتدخلين، وسأفتح المجال للنقاش وأشكر بشكل خاص الأستاذ الشباب على هذا المدى.